صاعقة الهدر في قطاع الكهرباء تضرب جلسة لجنة الأشغال والطاقة. الجلسة التي تأهبت لها كل الكتل النيابية انتهت قبل أن تبدأ. صقور تكتل التغيير والإصلاح حضروا بقلوب مليانة من رئيس اللجنة محمد قباني. نواب المستقبل تمترسوا خلف وزير الطاقة أرتور ناتاريان ليصوبوا على سلفه جبران باسيل. وزير المال استعد لمنازلة حليف الحليف في ملف متعهدي الكهرباء. أما رئيس ديوان المحاسبة القاضي خليل حمدان فأحضر ملفاته علّه يكون حكم الجلسة. وقبل أن يطلق قباني صفارة البداية، فتح ثلاثي الجبهة البرتقالية السجال على مرأى عدسات المصورين التي اعتادت تصوير الوجوه المبتسمة في جلسات اللجان المملة. مش مسألة مزاجية، أو بتكون مسؤول أو مش مسؤول. خلينا نشوف الجلسة ولا تكفي. محضر الجلسة السابق شو انحكى وشو صرحت حضرتك كرئيس لجنة؟ مركزت الحقيقة اللي صار فيها بالديوانات. وفي محاولة منه لاحتواء الموقف رفع قباني الجلسة، أمر حول السجال إلى إشكال فاشتباك. ضبط بحالك وضبط بالسجال. عبوات المياه الناسفة طيرت الجلسة، فخرج النواب بعد اجتماع الدقائق الخمس الناري ليرموا كرة المسؤولية في ملعب الجمهور. طالبت أنا بالنظام أن ترفع السرية عن مداولات لجنة الأشغال. ليش؟ السرية هي للتلطي بكل المداولات اللي هي تبين الحقائق. نحن أكيد طالبين أنه إبدال رئيس اللجنة أو يعني اعتباره نعلق له عمله لكي تأخذ هذه الشركة هذه اللجنة مسارها الصحيح. ونحن ضمن لجنة الأشغال نعاني ما نعانيه من تصرفات رئيس اللجنة اللي منتداول بمسائل معينة وبيظهر يصرح الإعلام بناء لمزاجه السياسي الخاص. في ناس بهذه الطبقة السياسية ومنهم محمد قباني عشرات السنوات لم يسددوا فواتير الكهرباء، وهذا ما أغاضه. وما إن خرج نواب التغيير والإصلاح حتى حضر قباني مستعينا بصقور تياره. سأفتح الجلسات أمام الإعلام بدءا من الجلسة المقبلة. لقد رفعت الجلسة لأن الخلاف مع الأسف أخذ منحا معيبا وكاد يصل إلى الاشتباك اليدوي كما ظهر في الكاميرات. إنني أتحدى هؤلاء النواب أو غيرهم أن يجد أحدا أي فاتورة في الكهرباء أو المياه أو الهاتف أو الرسوم البلدية أو ما غير أو سواها لم أدفعها، وأؤكد أن أحدا من هؤلاء لا يستطيع أن يغبر عليه. يعني ما كنت موجود باللجنة، ولكن سمعت بالإعلام أنه في أحد الزملاء بده يغير رئيس اللجنة. هيدا بيسمح لنا فيها، مش هو بيقرر. وبأكد له مسبقا أنه محمد قباني بيرجع رئيس لجنة أشغال عامة بتوقيع النواب التيار الوطني الحر، لأنه بيعرفوا إذا ما عملوا هيك في رؤساء لجان تاني بدها تطير. بكل الأحوال المحاضر موجودة. نحن نطلب من دولة رئيس مجلس النواب
الرئيس نبيه بري أن يرفع السرية عن محاضر الجلسة الفائتة اللي قال فيها وزير المالية لو كان في قانون بهذا البلد في ناس لازم تفوت على الحبس. عم يحكي عن حدا محدد فيك تسألين. شغلة أخيرة إذا بتسمحوا بس خلينا بس جلسة جمال. في الخلاصة معين المرعبي تحول بين جلسة وضحاها إلى مصلح بين زملائه. علي عمار استخدم للمرة الأولى استراتيجيته الدفاعية بعدما عاهده اللبنانيون في خطوط الهجوم. علي حسن خليل تحول من مستجوب إلى شاهد نأى بنفسه لينتهي مشهد العراك مستوحى من شعار الحراك طلعت ريحتكن. نانسي السبع، قناة الجديد.